كتير اللي اتحرموا من رؤية أبنائهم لفترات طويلة، وكانت أخبار معاناتهم متداولة في الصحافة ووسائل الإعلام أكتر من اسم. أولهم أميرة القلوب الأميرة ديانا، اللي تعاطف معاها العالم كله بعد طلاقها من الأمير تشارلز سنة 1996، وبعد ما تركت القصر الملكي وعاشت في شقتها القديمة تم تضييق الخناق عليها لعدم رؤية أبنائها ويليام وهاري، واللي فضلوا عايشين بين والدهم الأمير تشارلز وبين مدرستهم الداخلية. وقبل وفاتها بأشهر قليلة طلبت من الملكة إنها تاخد أولادها الاثنين في نزهة خلال الصيف، لكن تم منعها. الشحرورة صباح كانت مصدر بهجة لناس كتير، لكنها عاشت في فترة من فترات حياتها محرومة من رؤية ابنها الكبير صباح ابن نجيب الشماس، اللي اتجوزته قبل احترافها للفن، واللي منعها من رؤية ابنها عقاباً ليها على إصرارها على الانفصال منه. حاولت صباح تشوف ابنها كتير لكن بدون جدوى، لغاية ما طفلها أضرب عن الطعام عشان يشوفها، وساعتها الأب قال برأ ووافق على طلب ابنه وسمح للشحرورة إنها تشوف ابنها وتاخده في حضنها. أما مؤخراً فهشام سليم ظهر على شاشات التلفزيون وبكى، وأبكى معاه كتير من محبيه، وحكى إنه اتحرم من رؤية اتنين من بناته التلاتة بعد ما منعته طليقته وأم بناته من رؤيتهم أو حتى الاتصال بيهم في الوقت اللي عايشة فيه معاه بنت واحدة. هشام سليم بعت رسالة كلها عواطف جياشة لبناته التلاتة، إنه هيفضل يحبهم طول عمره وإنه مستعد يديهم روحه، لكنه خايف إن البعد اللي بينهم يعمل جفاء في العلاقة بين أب وبناته.